مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. الاجتماع السنوي 17 لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مواصفات ونماذج فنية في كتاب التلبيس بالأحجار الطبيعية للمهندس حارث بن سيف الخروصي. في ظل الجائحة، مشاركة فنانة تشكيلية عمانية في معارض افتراضية دولية. أهلا بكم. توحيد سياسات إدارة الوثائق بطريقة إلكترونية وزيادة الكفاءة الفاعلية للجهات الحكومية في إدارتها للوثائق الحكومية محور الاجتماع السنوي 17 لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. استعرض المجلس منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، واطلع على تقرير تكاليف تغطية منظومة إدارة مستندات 46 جهة حكومية خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على خطة الطوارئ المتكاملة لحماية الوثائق من مختلف المخاطر، وجهود الهيئة في توقيع مذكرات تفاهم مع مختلف الأرشيفات الدولية. ترأس الاجتماع معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. صدر عن دار لبان للنشر كتاب التلبيس بالأحجار الطبيعية للمهندس حارث بن سيف الخروصي، ويتناول الكتاب نبذة من تاريخ استخدام الإنسان للأحجار منذ القدم، إلى جانب تقديم مواصفات فنية وعملية من خلال تضمنه مجموعة من الموضوعات الخاصة بأنواع واستخدامات الأحجار الطبيعية. ويعتمد الكاتب في توصيل المعلومة على تقنية إلكترونية خاصة بالصور والمقاطع المصورة. في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الفنان التشكيلي استطاع أن يوجد لنفسه مساحة يمارس فيها هوايته بعيدا عن ضغوطات الحياة. فاطمة المعنية فنانة تشكيلية نجحت في إنجاز العديد من الأعمال الفنية، بل والمشاركة في عدد من المعارض الافتراضية خارج السلطنة. بالفرشاة والمعجون استطاعت الفنانة التشكيلية فاطمة المعنية فك القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فما بين هذه البراويز تنقلت بين المدارس الفنية، أوجدت لنفسها عالما حرا، وفي كل محطة كان الجمال حاضرا. في ظل جائحة كورونا طبعا توقفت الأنشطة الفنية وعدم مشاركتنا في الملتقيات الفنية وورش العمل، كذلك في الملتقيات الفنية. رسومات عديدة توشحت بالألوان الزيتية والإكريليك والفحم، وتصاميم متنوعة، وفواصل للكتب صنعت بقطع خشبية، ومجسمات إسمنتية، وأعمال مختلفة، كل واحد منها حمل رسالة ومعنى تفاصيلها خبئت في خيال الفنانة، وعند البوح بها بدت المسافة أكثر قربا. هذا من ضمن الأعمال اللي رسمتها في ظل جائحة كورونا، رسمتي للسيدة الجليلة عهد. طبعا استخدمت فيها الألوان الزيتية، استغرقت فيها 4 أيام. أيضا شاركت بلوحتين في العيد الوطني، رسمتي للسلطان قابوس طيب الله ثرى وسلطان هيثم حفظه الله ورعاه. طبعا هذه الرسمتين استخدمت فيها ألوان أكريليك، واستغرقت تقريبا في إنجاز هذه اللوحتين أسبوع. عدوى الفن لم تمهل الطفلة عائشة، انتقلت إليها بهدوء وهوادة، فما لبثت أن بدأت تخط بأناملها مشوارها الفني علها تصل إلى ما تصبو إليه. بدأت أرسم، رسمت لوحة الطبيعة، وإن شاء الله لما أكبر أكون فنانة. ويبقى الفن التشكيلي رسالة سامية تحمل في طياتها الحب والخير والسلام. بأدوات بسيطة جدا استطاع الفنان التشكيلي أن يجعل من أعماله مرآة
تعكس الجانب المشرق في هذه الحياة في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا في مختلف المجالات. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريق. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. قرية أفيبي ولاية وادي المعاول، مقومات جذب سياحية متنوعة. قناة عمان الثقافية، وأهلا بكم مجددا. توفي الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصر عن عمر ناهز 75 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا. المناصر أحد شعراء الثورة الفلسطينية ومفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني من مواليد بلدة بني نعيم في الخليل عام 1946، وحائز على عدة جوائز أدبية وأكاديمية. فاقترن اسمه بالثورة والمقاومة الفلسطينية، وأطلق عليه برفقة محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد الأربعة الكبار في الشعر الفلسطيني. مجدلي في الكولوسيوم تنتمي إلى الأدب التشويقي للكاتب يزن مصلح، وتعود أحداث الرواية التي جاءت في 184 صفحة إلى عام 1980 خلال الحكم الروماني في روما وفلسطين، وتتمحور في بطلها الذي تدفعه أسباب غامضة بعد موت أمه إلى رحلة بحث عن الحقيقة، معرجا فيها على أهم المدن الفلسطينية. كما صدر حديثا عن مؤسسة بتانا الثقافية كتاب قصصي للكاتب المغربي أنيس الرافعي يحمل عنوان صانع الاختفاءات، ويضم الكتاب الذي يقع في 120 صفحة ثماني قصص مطولة تسافر بالمتلقي في قراءة بطيئة وفق إيقاع سرد كوميدي مبتكر، حيث يقدم جمالية آسرة في صهر الأجناس والأنواع، وشرارة معرفية تزيل الجسور المصطنعة بين السجلات والفنون والمرجعيات. قرية أفي بولاية وادي المعاول تتميز بالعديد من مقومات الجذب السياحي وبما يحتويه تاريخها العريق من شواهد ضاربة في عمق التاريخ. وقد حب الله قرية أفي بثروة الأفلاج والعيون، حيث لا يزال أهالي القرية يعتمدون على نظام الري التقليدي حتى يومنا هذا. قرية أفي بولاية وادي المعاول، تتميز هذه القرية بالعديد من مقومات الجذب السياحي وبما يحتويه تاريخها العريق من شواهد ضاربة في عمق التاريخ، حيث العديد من القلاع والحصون التي ما زالت شامخة حتى الآن، وبمناخها المعتدل وبحدائقها التي تزخر بالمحاصيل الزراعية بشتى أنواعها المتدفقة. الجانب التراثي، هناك حارة السفالة في جامعها التراث القديم وكتاباته القديمة التي أرخت العديد من المواقع والقصص والأحداث في سلطنة عمان وفي ولاية وادي المعاول، وكذلك حارة حجرة الشيخ وقلعة العريق وحجرة مسلمات وبيت الخليوة. الجانب السياحي ليس غريب عن قرية أفي، لما تزخر به هذه القرية من تضاريس ومكنونات طبيعية تسر الزائرين إليها. نظام الري في هذه القرية قد ترك سماته المميزة على نمط حياة السكان، وقد حب الله هذه القرية بثروة الأفلاج والعيون
وعلى امتداد هذه السواقي لا يزال أهالي قرية أفي يعتمدون على نظام الري التقليدي المعروف بالتواقيت الصباحية والمسائية. لازال أجدادنا وآبائنا ملتزمين بهذه المزروعات، ونحن كذلك أبنائهم وكذلك أحفادهم اللي هم أبنائنا مهتمين بهذه الزراعة، وكثير وحتى تربية الحيوانات داخل سواء كان داخل المزارع أو كان في المساكن في مساكنهم أو في مكان آخر مخصص لهذه الأشياء. فهذه من التراثيات من لازم الإنسان يتمسك بها، أجدادنا متمسكوا بها، نحن نتمسك بها كذلك، نحن ننقلها لأولادنا ولأحفادنا في المستقبل. وقرية أفي تعد مركزا لولاية وادي المعاول، حيث توفرت بها مختلف الخدمات والمشاريع الحكومية، مما جعلها مقصدا للسياح والزائرين إليها. سعود بن سعيد المعولي، ولاية وادي المعاول، محافظة جنوب الباطنة. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذا تذكير بأبرز العناوين. الاجتماع السنوي 17 لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مواصفات ونماذج فنية في كتاب التلبيس بالأحجار الطبيعية للمهندس حارث بن سيف الخروصي. في ظل الجائحة، مشاركة فنانة تشكيلية عمانية في معارض افتراضية دولية. قدمنا لحضراتكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. طاقم أخبار الثقافة يتمنى لكم السلامة. في أمان الله.